إذن متتبعين قناة منبر 24/24، تحياتي لكم داخل الوطن وخارج الوطن من مدينة فاس. اليوم في إطار حفل فني بجامعة فاس نلتقي مع الشابة الضحوكية مولاة الضحكة لالا شيماء من مدينة فاس. مرحبا بك في فاس، بينا في الضحك ديالك. أنا شفت لك غير ضحكي، شوف أنا شفت لك غير ضحكي. السلام عليكم، مرحبا بكم. معكم شيماء سامر، 21 سنة من مدينة الصاد، واخا الأصل دكالة كنقول مدينة الصاد. أنت دابا مدكالة؟ أنا دكالية. ومشيتي عشتوها في مدينة الصاد؟ بحكم الدراسة جيت كنت في الصاد. كتقراي يا شيماء؟ شنو الفاسون؟ طالبة جامعية، عندي السنة الثالثة جامعية. أنا بغيت غير نسولك دابا شكون اللي كتقراي؟ كضحكي الضحكة هذا؟ ما مشيت انا كنضحك، خليك ديما ضحك، الله يخليك ديما ضحك. عندك والديك الوالدة والوالد؟ شنو قالوا لك على هاد الضحكة؟ غادي يقولوا لي قال لك والو، قال لك بقاي تضحكي باش تجيب الفلوس، بقاي تضحكي. منين الفلوس؟ ما جبنا فلوس. واخا لا لا شيء، ما يمكنش. انت تبارك الله عندك مليون وزيادة. واش مليون؟ هذيك المتابعين، والمتابعين اللي لا دخلوا غا النص ديالهم. الله تبارك الله، شريتي السطاس كامل. تبارك الله عليك. لالا شيماء، بغيت نسولك اول مره فاش يعني درتي ديك الضحكه وتشهرتي، باش حسيتي؟ ما حسيتش بالشهره، كنت بحال ما كاينش، حسيت عادي صراحه. فات الوقت دابا بعدا باش كنقول ويلي راني تشهرت، وهذيك الحاجه اللي كنت تشهرت فيها صراحه كنت مريضه بزاف. كنت كنشوف غير صحتي، كنت كنتمنى غير نتعالج ونبرا ونولي بخير الحمد لله. كنتي مريضة وخرجتي ديك الضحكة؟ لا أنا كنضحك عادي، ولكن هذيك الوقيتة اللي كنت شهرت فيها كنت مريضة، كنت صراحة مريضة بزاف، وكنت متبعة شي دواء، ما كنتش معولة لا غلطة نتشهر لا حتى شي حاجة، كنت غير كندير لايفات عادي، كنهضر مع المتابعين ديالي. حتى كنلقى راسي أول مرة طلع لي اللايف كان وصل 6000، هذي أول مرة. كنت فتحته وكنت صدمت، ما شفتش انا عدد المتابعين اللي كيتفرجوا فيا. تقالوا لي شوفي راه شحال واحد كيتفرج فيك. تبارك الله، صدمت صراحه. كنت ديك الساعه كنطيب معاه في الشيار، كنت كندير الخبز وصافي، كنبقى نضحك اي حاجه، كنضحك مع المتابعين ديالي، كنبقى نكسر معاهم صافي، كنبقى نطلعوا على الناس، كنطلعوا مع الناس اجانب ونبقى نضحك معاهم هكا صافي. من بعد ولا اللايف ديالي كيطلع كيطلع، واحد المرة عقلت كنوصل اللايف ديالي 50000 زيادة بين المتابعين، ونهار الجولة ديالي تبارك الله تاني وصل فات العدد شي 100000 زيادة. تبارك الله صافي، وليت ولاو كيعرفوني الناس. كتخرجي كيجيو يتصوروا معاك الناس، حسيتي براسك شي حاجة؟ والله ما كنحس براسي شي حاجة. اللي شافتيك كنقول لها السلام كيداير الناس، كتقول لي شتي شي ما تقول لها. بس الغريب انك تقولي لها لا سي غير انتي كتضحكي. الله يخليني ديما ضحكة. قولي لي شيماء، عمرك تقلقتي؟ ديما كنتقلق وكنرجع. لا كنتقلقتي دابا، قلتي ديما كنتقلق وانت كضحكي. هذيك التقليقة ديالي فاش كنتعصب. وانت ضحكة. اش كندير؟ ديك النهار تعصبت شفت هذا السكاش وفي اللايف درت ليه وفي الشخص اللي كنتعصب. هاد الطريقة اللي ما فهمتهاش انا، يعني الانسان كيبغي تيكون معصب ومن طوب كيبينها في اللايف ولا كيدير فيديو كيصور راسو انه راه معصب وكيهرس، يعني غير مصطنعش. لا ديك المره كنت في اللايف ديال الغد مثلا، وكانوا طراو شي حاجات، وانا بداك العصب كنت شاده الكاس ديال اتاي صافي، تعصبت صافي وانا نطلقو صافي. من بعد شكون اللي عصب؟ غير شي حوايج في اللايف شو ما عجبوني صافي. بحال شي حوايج زعما كبابا تسراول تريكويات. قولي لي شكون اللي مدعمينك بزاف 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 في اللايفات؟ واش داخل الوطن ولا خارج الوطن؟ صراحة لا، الجمهور ديالي المغاربة صراحة، أغلبية يعني الداخل والخارج تبارك الله، الله يحفظهم ليا صراحة، هما اللي وقفوا معايا نهار الأول. وهادشي كامل اللي وصلت ليه غير كيرجع ليهم، وفضل كيرجع ليهم، ودائما كنقولها كنقول لهم هادشي اللي وصلت ليه غير السبب ديالكم نتوما،
وكنشكرهم دائما كنشكرهم وكنقول لهم شكرا بزاف. وما كتفكرش انك ديري شي حاجه شي ماده اللي تباني فيها مزيان ابار تحت ابار؟ انا معروفه انا كندير كنت بزاف حوايج، كيعجبني التمثيل، كيعجبني عروض الازياء، كنكتب قصائد شعريه ما شاء الله كنرسم. سمعينا بلازم بلازم سمعينا شي قصيده شعريه شي قصيده كاتبه كاتبه شي حويجه واخا خفيفه. لا قلت سالي داك الشيء وغادي نحطه لهم. انا بغيت احنا قول لنا غير واحد غير واحد بشويه. المهم المتابعين ديالي راه عارفين عليا. يلا المتابعين ديالها اسمعوا هي تقول لكم واحد شويه ديال الشعر. ما ندير ما نقدرش. لا داكشي انا كاتبه ولكن باقي فهمتي غادي يجي الوقت المناسب. كنشوفتي يكون الوقت المناسب ديك الساعه عاد باش نشر معاك. ماشي مشكل حنا نتسناو الوقت المناسب. بالنسبه للناس اللي ما عارفينش انا كيصاحبوا غير الضحكه اللي شهراتي، ولكن الناس اللي متبعيني غير وعارفيني في تيك توك وكيدخلوا كل نهار وكيتسناوني انت نفتح لهم وما عارفيني. كيعجبني الضحك، كيعجبني داكشي ديال الكوميديا، كنمثل معاهم يعني. وحتى في عروض الازياء كما الا كتبتي حاجه الا رسمتي حاجه كنشاركها معاهم. بالنسبه للدراسه ديالك مع الاصدقاء والصديقات ديالك شنو تيقولوا لك؟ صراحه عندي صديقه وحده في الدراسه يعني اللي بقات معايا من ملي شدينا الباك وداك الشيء بهيجه. صراحه يعني تحيه لبهيجه بهيجه ديالي بهيجه الله يخليها ليا ربي. صراحه عزيزه عليا بزاف يعني ملي تشهرت هذا فرحت ليا بالعكس. إنسان داني دائما كتواصل معايا دائما على تواصل الله يخليها ليا وكنتمنى لها التوفيق. ما لقيتش شي واحد اللي النقد يقدر زعما في هذا المجال هذا؟ النقد انا ما كنتسوق الصراحه النقد لاي واحد حر. اي واحد حر اللي بغى يكتب شي حاجه راه هذه السوشيال ميديا الاراء يعني تختلف. واللي بغى يكتب شي حاجه بالعكس الا كانت شي حاجه زوينه راني كناخذها على شي نصيحه. بالعكس انا كيعجبني الناس ينصحوني الا كنت كندير شي غلط ولا شفت شي حاجه ماشي سلبيه راه كناخذ بديك النصيحه كنشوفها ايجابيا ولا كنشوفها سلبيه. وشكرا لهم بزاف. واللي بغى يقول شي حاجه كل واحد حر في راسه، انا ماشي هو شخص واخا. لالا شيماء شنو هو الجديد ديالك دابا حاليا شنو؟ طيب ان شاء الله من هنا القدام غادي يكونوا بزاف الاعمال وان شاء مثلا الله مثلا الاعمال هل. ان شاء الله تقترح عليا. لا لا ماشي الدكاس. تعطي عليا بزاف الادوار يعني ان شاء الله في المسلسلات. مزيان مزيان. انت عندك مع التمثيل؟ كيعجبني التمثيل. ابار هادشي ان شاء الله الاسبوع القادم ان شاء الله غادي نكون خارج المغرب ان شاء الله. شنو غاتمشيو تضحكوا تما ولا شنو غاديروا؟ غادي نمشيو راه كاين واحد المسابقه ان شاء الله في لبنان وتختاريت باش نمثل المغرب العربي ان شاء الله. يا التوفيق يا التوفيق والتوفيق للجميع. الا قلنا لك شي رساله للشباب والشابات شنو تقولي لهم؟ الشباب الله يسهل عليهم يا ربي. اي واحد عنده حلم خاصو يثق في راسو ان شاء الله غادي يوصل داك الشيء اللي باغي. وهذا الشيء اللي بالضحك وبالضحك قولي لنا بالضحك قولي اللي عنده حلم قولي بالضحك بالضحك بديك الضحكه يلا باش نهيو الحلقه. شكرا بزاف الله يسهل على كل واحد قلبه بيض ربي يسهل عليه وتبارك الله عليكم. تبارك الله عليك. شكرا تحياتي. تبارك الله عليك.